السلام عليكم، معكم يوسف من جديدة. الفكرة هي الشيء كثر بزاف والفيروس كثر بزاف، وحاولنا نصيبوا الماكينة بواحد الطريقة مزيانة وخدمنا فيها، درنا شي شوية الوقت ولكن خرجناها في الأخر مزيان. ودابا غادي نحاولوا نديروا شي إدارة، نحطوها في إدارة عمومية اللي كيدخلوا فيها المواطنين بزاف باش يتعقموا، وغنبداو فيهم إن شاء الله. غنبداو نصيبوا بهم شي واحد بغا راه نصيبوها ليه، التليفون كاين. خبرت لينا 8 ايام ديال الوقت، 8 ايام باش صايبناها. تعرف الاولانيه كتكون فيها الصعوبات والماتيريال ما كاينش، حاولنا نوجدوا الماتيريال وجدناه وصايبناه، وفي الاخر كملات مزيان، خرجات عطات النتيجه ديالها مزيان. وعلى طلبات واللي بغى راه نصايبوها لي ماشي مشكل، والثمن الثمن يكون مناسب. وهذه راه غنديروها مبادره الاولانيه، غتكون مبادره وغنديروا شي اداره، غنشوفوا شي اداره غنحطوها فيها باش الموظفين يتعقموا فيها. كما قال لكم السي يوسف، يوسف دار هذه المبادره لجميع الناس المتخصصين في هذا الشيء، راه هو دار بناه هذه بجميع الاجهزه، قادها قادها مزيان، وكيبغي يوصل لجميع الادارات جميع الناس اذا كانوا محتاجينهم، راه هو كيصوبهم بواحد الثمن يعني رمزي، حتى هو باغي يتعاون مع هالدوله، الدوله العظيمه الرايه المغربيه، باغي يتعاون. والحمد لله احنا بغينا نساعدو وساعدناه ما بيه كفايه، وقفنا معاه جرينا معاه الحمد لله. هاهي صوب الحمد لله باحسن احسن طرق، الماكينه مزيان، كلشي مزيان، باغي يعقم الحمد لله، باغي يقاد الامور ديالو، وبغينا نساعدوه، بغينا نساعدوه باش هادشي يدار في جميع الادارات، في المقاطعات، في البلديات، في العماله، في اي بلاصه.